اليوم كحزب الاتحاد الشرقي قوى الشعبيه ننظم المؤتمر الاقليمي لمولاي سيدي عثمان تحت الشعار من اجل اشراك الساكنه في تكريس قيم المواطنه والقيم الاجتماعيه. ياتي هذا المؤتمر في اطار استكمال هياكل الحزب انطلاقا من المؤتمر الوطني الحادي عشر ومحطات عديده من خلال عقد مجموعه المؤتمرات الاقليميه على صعيد الدار البيضاء. شعارنا الذي يرتكز على القيم المواطنه والقيم الاجتماعيه لم يكن اعتباطيا، ولكن املته ظروف وطنيه ومحليه تهم الجانب الاجتماعي مرتبط بالسكن، مرتبط بالتشغيل، مرتبط بالصحه. وتعلمون جدا ان هناك خطاب حل الدول الاجتماعيه، ولكن ما نراه هو خطاب فقط مستهلك ليس على ارض الواقع. من بين المشاكل المطروحه مثلا المتعلقه بالمؤشر والصعوبات المفروضه على عنصر المؤشر. ساكنة الإقليم تعاني من مجموعة المشاكل على مستوى مثلا السكن، نأخذ نموذج سكن الهلويين، هناك مشروع ملكي يقدر ب 23 مليار درهم لم يرى النور، وبالتالي هناك انعكاسات أثر سلبية متعلقة بالصحة، الجانب البيئي، متعلقة بمجموعة من السلوكات الانحرافية كتعاطي المخدرات والسرقة ومجموعة من الجرائم. على مستوى العدالة الجبائية تعلم جدا أن تراب مقاصع عثمان يضم مجموعة من المرافق الاقتصادية كسوق الجملة، سوق التليج، وسوق الأسماك واللحوم. للأسف الشديد هو المصدر الأساسي لميزانية جامعة الدار البيضاء، ومع ذلك نعامل كسائر المقاطعات على قدم المساواة، بمعنى ليس هناك معاملة جزافية تفضيلية. ومنطقة أكثر تعرضا للاستهلاك وتضرر البنية التحتية ومعرضة للبيئة للأضرار البيئية. وهناك كذلك المشكل المتعلق بالصحة، هو أن المنطقة يعني تصنف الأولى وطنيا على صعيد داء السل، وبالتالي هناك ضرورة ملحة لإيجاد بنية تحتية صحية ملائمة، لإيجاد موارد بشرية مؤهلة، ناهيك عن قرار التعسف الأخير والجائر المتعلق من مجلس جامعة الدار البيضاء المتعلق نقل هذه المرافق الاقتصاديه سوق الجمله وسوق التليج والسمك واللحوم الى منطقه السوالم. لم تراعى القدره يعني المجموعه من المياومين يشتغلون يوميا بمدخول لا يتعدى 70 درهم، كيف يعقل لعامل في هذه الاسواق ان ينتقل الى حد السوالم قصد ضمان عيش ابنائه؟ هذا المؤتمر بطبيعه الحال هو ينسجم مع الروح الدستور المغربي دستور 2011 الذي يكرس المساله المتعلقه بدور الاحزاب السياسيه في تنظيم والتاثير والتعبئه، وكذلك التزام الحزب اتحاد الشرقي للقوى الشعبيه باستكمال جميع هياكله استعدادا للانتخابات الانتخابيه القادمه. وشكرا. استاذ لاحظنا الحزب عده خرجات، سلف هذه الخرجات؟ ليست خرجات، الممارسه السياسيه تقتضي التفاعل مع القضايا الوطنيه. طبعا الحال هناك تنسيق ثنائي بين حزب الاتحاد الشرقي للقوى الشعبيه وحليفه داخل الكتله الديمقراطيه حزب التقدم الاشتراكيه من خلال التفكير في ملتمس الرقابه، وهو ملتمس الرقابه الثالث بعد ملتمس الرقابه الاول سنه 1964، ملتمس الرقابه الثاني 1990، ملتمس الرقابه الاخير هو الذي يتم التداول بشانه الان. هو التنسيق هو مساله محموده وعاليه داخل الاحزاب السياسيه.